تفضل شريف شريف. السلام عليكم. تفضل تفضل. يا رب. اي والله يسلموا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. حجي في برنامج هلا بده يطلع لواحد رفيقنا، فبعد اذنك يعني بدنا نتفرج عليه. ولا يهمك، عن شو البرنامج؟ والله هو بيحكي يعني هيك عن السلام الشرق الاوسط وهالقصص. ايه شو عليه؟ بنتفرج. هذا اكيد جواد او عامر. هون بيت موفق الحسين؟ اي نعم انا موفق. خير؟ بدنا بهية الحسين. بهية؟ ايه بهية سامي الحسين. عفوا يعني بس خير في شيء؟ بدنا اياها اذا بتريد احسن ما نفوت نفتش. فتشوا؟ معنا امر من النيابة العامة بحضارها موجودة، بقى شو بتختار؟ وفا ليش عم تبكي؟ اخي شو في؟ وفا كرمال الله شو القصة؟ لك اخي رد علي شو القصة؟ سأل عني ابو عبادة. ما بظنه يسأل. إلا أني تركت الشغل. بدي أرجع على المدينة الجامعية. استأجرنا البيت مشان وخلص راح. لازم كل شيء يرجع مثل ما كان أول شيء.